احمد عفيفي اراه، وهو هنا بقى والنبي صدقني ده مربط الفرس والليله كلها في الكلمتين اللي قالهم ربما عن غير قصد او بقصد الاستاذ احمد عفيفي. قال لك يعني ده الاحتراف بالنسبه لرمضان ممكن يمشي. فعصام الحضري قال له الجمهور مش الجمهور، قال له لا 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 ما الجمهور هو في يوم من الايام ممكن يرجع النادي الاهلي. فالكابتن الحضري قال له يرجع فين؟ اذا كنت انا ما رجعتش، اذا كنت انا ما رجعتش. وهو كابتن عصام الرائع فيه في المره دي انه ما كانش بيتكلم ومغلط النادي الاهلي. قال له النادي الاهلي ما حصلش فيه الكلام ده، اللي بيغلط غلطه على الحجم ده ما فيش حد بيسامحه، والجماهير قبل الاداره. قال له لا 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 ما حدش عارف اللي جاي فيه ايه، ما حدش عارف اللي جاي فيه ايه، وممكن لعيب يعمل اللي هو عايزه وبعدين واي مجلس الاهلي يغفر له. اذا هو ضرب ثوابت النادي الاهلي ليس الا، ايوه انت كده وضحت ان الانتقال ده ربما الكابتن رمضان ما شافش دي، هو كابتن رمضان هيشوف مصلحته، لكن اللي عمل الصفقه دي واحد مهندسينها هو نفسه دخل النادي الاهلي وخان النادي الاهلي جواه. هو كان مسؤول عن قطاع الناشئين وخد الكابتن كوكا هربه، هو تاريخه كده. فلما يجي يبقى يشترك في العمل ويطلع بمنتهى الفخر قاعد جنبه، انت عارف بتعمل ايه. انت عفيفي يوضح الليله بسهوله جدا، لا 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 بكره ما حدش عارف ايه، لا بكره هيبقى زي النهارده وزي امبارح يا كابتن عفيفي. قال له كده، ده عصام الحضري قال له، سالني انا اسالني، قال له لو مجلس الاداره اتغير، قال له ده انا اتغير عليا خمس ست مجالس، خمس ست مجالس ومحدش عايز يغفر لي اللي حصل. اذا بكره يا كابتن عفيفي انت ومن يتصور انه سيغير نهج الاهلي، لان نهج الاهلي محمي بجذور وتاريخ وجماهير بقت النهارده مش بتحاسبك على البطولات دي، بتحاسبك على ثوابتك. النهارده الجماهير هي اللي بتقول لك لا ما ينفعش، ايوه واخد بالك، او ينفع، هي مرجعيتها. الجماهير ما بتدرش، لكن الجماهير بتقبل او ترفض، بتصيغ الراي، وانت في الاخر راس مالك جماهيرك، وحريص في النادي الاهلي ان جماهيره تزيد ما تقلش طبعا، ومش هتزيد الا بالمصداقيه طبعا. البطولات الاهلي بيسعى اليها وما زال هو القادر على حصد العدد الاكبر منها، انما بعض الناس شايفه ان في فتره من الفترات كنت محتكر البطولات، ما هو ده مش طبيعي، ده تبقى لوحدك، احيانا ممكن حد ياخد منك حاجه، انما تظل انت صاحب اليد العليا في موضوع البطولات. النهارده نفس المعيار ونفس الكلام لما النادي الاهلي، بس دي جايلها بعدين، بتاعت قبولك تاجيل تمام ماتشات افريقيا. انا بس كنت عايز اقول لكم تيك كير اللي قاله الكابتن عفيفي ده مربط الفرس. طيب ومربط الفرس يعني عنده جمهور الاهلي.